بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، العقل ليس في الدماغ إنما في القلب. الحقيقة أحببت اليوم أن أتأمل معكم بعض الحقائق العلمية التجريبية التي تثبت أن كلام الله هو الحق. سنتناول اليوم أيها الأحبة حقيقة أن الدماغ مجرد آلة فقط، والقلب هو الذي يأمر، هو الذي يعطي الأمر. الدماغ هو المنفذ. إذن هناك قلب يأمر ودماغ ينفذ. طبعا سنقدم أدلة تجريبية على ذلك. وهنا الدور الخطير للفؤاد. الفؤاد هو الذي يتحكم بهذه العملية. إذن أيها الأحبة، دعونا ننطلق لهذا البحث العلمي المهم جدا، والذي يؤيد ما جاء في كلام الله عز وجل وكلام حبيبه عليه الصلاة والسلام. طبعا أيها الأحبة، هناك جراح أعصاب شهير جدا اسمه وايلدر بينفيلد. طبعا توفي هذا الجراح منذ تقريبا سنة 75 على ما أعتقد، يعني منذ 45 أو 46 عاما، ولكنه قام بتجارب مثيرة جدا. وجد أن العقل مختلف عن الدماغ، بل هو شيء أكبر وأكثر بكثير من الدماغ. طيب، هذا البروفيسور الذي أجرى آلاف التجارب على الدماغ أيها الأحبة، ماذا وجد حقيقة؟ يعني الحقيقة التجارب التي قام بها فريدة من نوعها، وكان يفترض أن العلماء يأخذوا بها، ولكن للأسف الذين يتبعون نظرية التطور لا يمكن أن يؤمنوا بوجود روح أو قوة أو فؤاد أو قلب يتحكم بالعاطفة والتفكير. لذلك أيها الأحبة، هذا الباحث قام بعدد من التجارب، الحقيقة تجارب مهمة جدا، على مرضى الصرع. وجد أن الدماغ لا يعاني من الألم. يعني إذا فتحت دماغ إنسان واستخدمت التخدير الموضعي فقط للجلد هنا، وأجريت وعبثت وشرحت في هذا الدماغ، لن يشعر المريض. سيشعر فقط بنتائج ما تقوم به، سيفقد الذاكرة أو يعاني من حركة لا إرادية بيده، أو ربما يتبول لا إراديا، أو يصدر أصوات معينة. إذن هناك ردود أفعال يشعر بها ولكن لا يشعر بالألم. لذلك الكلام الذي يقوله حرفيا هذا الجراح الشهير أن الدماغ لا يعاني من الألم، لذلك يمكن لمريض جراحة المخ والأعصاب أن يظل واعيا بشكل مريح باستخدام مخدر موضعي فقط. هنا أيها الأحبة، يعني أنا قبل أن أنتقل لنتأكد من هذا الموضوع، تحضرني آية قرآنية. نحن نعلم أن الجلد يشعر بالألم، عندما تقرب مصدر حرارة من الجلد تشعر بألم فظيع عند احتراق الجلد. ولكن كنا نعتقد في السابق أن الدماغ حساس أكثر بكثير من الجلد، فإذا قربت دبوس من خلايا الدماغ العصبية أو أحدثت جرحا في الدماغ من الداخل ينبغي أن تشعر بألم. تبين أنه لا يشعر بألم، أي أن مصدر الألم هو الجلد أيها الأحبة. لذلك هنا يعني أنا أود أن نعود للآية القرآنية، ولو خرجنا عن الموضوع، التي أكد فيها القرآن أن العذاب سيكون عن طريق الجلد. لاحظتم أيها الأحبة، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم،
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إذن هذه الجلود عندما تحترق يفقد الإنسان الإحساس بالألم، لأن النهايات العصبية المتصلة مع الدماغ موجودة أين؟ نقل المعلومات والبيانات والألم، هذه النهايات العصبية موجودة في الجلد. فلم يقل هنا كلما احترقت جلودهم، لأن الحروق البسيطة تبقي الألم، ولكن عندما ينضج الجلد يعني تذهب إلى الدرجة الثالثة من الحروق وهي درجة خطيرة جدا تحرق النهايات العصبية، لم تعد تشعر بالألم في هذه المنطقة لأن الأعصاب تم تدميرها أو إتلافها. وبالتالي في جهنم والعياذ بالله يريد القرآن أن يقول لك لا تظن أن هذه الجلود سيتوقف عنها الألم إذا احترقت، بل كلما نضجت جلودهم ماذا؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سبحان الله. والله أيها الأحبة، هذه الآية قمة الإعجاز والإيجاز. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد أن يصنع دينا لنفسه كما تدعون، يستطيع أن يأتي بمثل هذه الحقيقة الطبية الحديثة جدا والتي اكتشفت حديثا ويضعها في كتاب أنزل قبل 14 قرنا، نتعبد الله بتلاوته، مليارات المسلمين يقرؤون هذه الآية أيها الأحبة. إذن أحبتي في الله، الدماغ لا يعاني من الألم، لذلك ركز القرآن على قضية نضج أو حرق الجلود، الحروق العميقة للجلد وتبديل هذه الجلود ليستمر العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من عذاب جهنم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، لاحظ هذا الجراح أنه في يعني أجرى مئات الآلاف من التحفيزات. كان هذا الجراح كان مولعا بإجراء التجارب، يقوم بلمس منطقة معينة في الدماغ فتحدث مثلا نوبة صرع، يلمس منطقة تحدث رد فعل في الرجل في اليد اليمنى أو اليسرى أو كذا. فأجرى مئات الآلاف من التجارب أو المحفزات، ولكن كل هذه المحفزات لم تحفز أبدا قوة العقل. هنا أيها الأحبة ركزوا معي على هذا الموضوع. أنا لدي هنا ما يسمى بقوة العقل. هناك فرق كبير أحبتي في الله بين العقل وبين القلب، بين العقل وبين الدماغ. اليوم يحاول كثير من العلماء أن يوهمنا أن كل شيء في الدماغ، وهذا الأمر غير صحيح، تجريبيا غير صحيح. لم يتم تحفيز العقل. ما هو العقل أيها الأحبة؟ يعني مهما قمت بمحفزات وتجارب على الدماغ لن تستطيع أن تجعل الإنسان مثلا يبدع في التفكير. يعني الدماغ كل التجارب التي قام بها هذا الباحث أسفرت عن حركات لا إرادية أو نوبات أو صراخ أو شيء يعني ليس له علاقة بالإبداع والتفكير والإرادة واتخاذ القرار مثلا. يعني لم تحسن اتخاذ القرار لدى من جرب عليهم، لم يتمكن أحد من حل عملية رياضية، لم يصبح أحد عبقري مثلا مهما وضع من محفزات في الدماغ. فقال العقل والتفكير والعلم محله ليس في الدماغ. رأيتم أيها الأحبة نتيجة خطيرة جدا ووصل إليها قبل 50 عاما تقريبا أو أكثر. الحقيقة أيها الأحبة من التجارب التي قام بها هذا الباحث، قال مثلا وضع بعض الناس الذين لديهم خبرة في الرياضيات، حسابات التفاضل والتكامل، تعلمون هذه الحسابات يعني المعقدة في الرياضيات،
قال لم يحفز أي شخص من هؤلاء الذين قام بتجارب عليهم على إجراء مثلا حسابات التفاضل والتكامل أو التفكير في مفهوم مجرد مثل العدالة أو الرحمة. يعني عندما قام بلمس بعض الأجزاء من الدماغ وهو يقوم بهذه التجارب لم يقل له المريض إن الرحمة زادت عندي مثلا أو أصبحت أحب فلان. طيب إذن الحب ليس في العقل في الدماغ، الرحمة ليست في الدماغ، الفهم ليس في الدماغ، الفقه أن تفقه شيئا أكثر، أن تقدم مفهوم جديد أو تفهم معلومة أكثر ليست في الدماغ. طيب هذه التجارب أيها الأحبة، أنا معي هنا فيديو الحقيقة، يعني أود أن نطلع عليه. هذا الفيديو جميل جدا، أحببت أن نطلع عليه من خلال، انظروا أيها الأحبة، هذه صورت قديما طبعا لعملية جراحية. هذا هو البروفيسور الذي حدثتكم عنه، وهنا يضعون بعض الأسلاك الكهربائية يقوم بوصل الدماغ عبر هذه الأسلاك ليكتشفوا. طبعا هنا هذا هو الذي تجري عليه التجربة، هو صاحي، هو ينطق. يسألوه مثلا عندما يقوم بتحفيز شيء معين، انظروا أيها الأحبة، يحفزون نقطة معينة من الدماغ ويطلبون من هذا الشخص أن يخبرهم برد الفعل، فيقول لهم، لأن هذا الشخص صاحي كما تشاهدون الآن، فعندما يحفزون منطقة معينة فإن هذا الشخص يخبرهم مثلا أنه شعر بكذا. وهنا طبعا القياسات الناتجة عن هذه، يعني التي تمثل ردود الأفعال هذه، بالإضافة لمثلا هنا عندما مثلا عطلوا منطقة معينة، تعطلت الحركة في اليد مثلا، يعني عبارة عن ردود أفعال لا إرادية. وهنا يسأل عن شيء معين وهو يخبرهم، يتحدث يعني كما تشاهدون. إذن هو صاحي مع أن دماغه مفتوح، ويقومون بهذه التجربة عليه وهو يتحدث معهم. أحبتي في الله، سبحان الله. إذن الدماغ ليس مصدرا للمعلومات، وليس مصدرا للفقه، وليس مصدرا للإدراك، وليس مصدرا للعلم أيضا. فهنا أيها الأحبة، يعني عندما قام هذا العالم بكثير من التجارب وجد حقيقة أن يعني الدماغ ليس هو المصدر، لابد أن يكون هناك مصدر آخر. طبعا أيها الأحبة، أنا دعوني أتحدث الآن عن حقيقة علمية أدركها هذا الباحث ومعروفة اليوم، أنه لا أحد يعاني من نوبة حيث لم يعني لا يتمكن من التوقف عن إجراء عمليات حسابية. نحن نعلم أن كثير من الناس يعاني من وسواس قهري، أن هناك مثلا فكرة تسيطر عليه ويلف حولها. أما إنسان يقوم بعمل حسابي مثلا فيصبح لديه وسواس أن بحل المسائل الرياضية، لا يوجد هذا الوسواس. هل رأيتم وسواس مثلا يحرض العقل على التفكير المنطقي؟ لا يوجد. معظم أنواع الوسواس والمشاكل إما نوبة صرع، أو وسواس أنه يبقى يدور في دائرة معينة، فكرة معينة تسيطر عليه، أو مثلا نجد أنه يعاني من مشكلة في الدماغ تنعكس بحركات لا إرادية، تبول لا إرادي إلى آخره. ولكن لا يوجد نوبات عدل أو رحمة، أو نوبات مثلا
إبداع. رأيتم أيها الأحبة؟ يعني هذا البروفيسور قال إذا كان، يعني دعوني أتأمل الشريحة التالية أيها الأحبة، قال إذا كان الحساب والمنطق وكل هذا الفكر المجرد يأتيان من الدماغ، فمن حين لآخر يجب أن تصاب بنوبة تجعلها تحدث هذه العمليات الرياضية أو المنطقية أو الفكر المجرد. يعني مثلا الدماغ لا يعاني من مشاكل تتعلق بزيادة الرحمة، يعني لا يوجد مريض يأتي ويقول والله أنا أصبحت أحب أبنائي أكثر مثلا نتيجة خلل في الدماغ، لا. إذن موضوع الحب موجود في مكان آخر. لم نرى شخص مثلا وكما يقول هذا البروفيسور يصاب إذا كان مركز العدل والظلم والرحمة والإدراك والفهم لو كان في الدماغ، لا نجد أحدا يعاني مثلا من نوبة مثلا غباء. أصلا لا أحد يعترف أنه غبي مهما كان غبيا، يعني رأيتم أحبتي في الله. فقال لابد أن يكون هناك مصدر آخر. طبعا أنا أعتقد أيها الأحبة أن القلب هو مصدر المعلومات، ولكن هناك من يتحكم بهذا القلب، هي مضغة في داخل هذا القلب، هي الفؤاد تتحكم بالمعلومات التي يطلقها القلب باتجاه الدماغ، والدماغ ينفذ الأوامر. وهذا التفكير منطقي أيها الأحبة. لماذا؟ لأننا نجد أن الناس الذين أجريت عليهم عمليات زراعة قلب فقدوا الإحساس، فقدوا الرحمة، فقدوا، كثير منهم ينتحر، هل تعلمون؟ لا يطيق الحياة، لم يعد لديه أمل في الحياة. فالمفاهيم المجردة مثل العدل والرحمة والتفكير والمنطق والحب والعاطفة فقدت عند من يضع قلبا صناعيا، وتغيرت عند من ماذا تجرى له عملية زراعة قلب من شخص آخر. سبحان الله، شيء غريب والله أيها الأحبة. إذن أيها الأحبة، أنا أعتقد أن القلب هو المسؤول عن التفكير. العلماء وجدوا أن القلب يحوي خلايا عصبية معقدة جدا، ويفرز هرمونات تتحكم بنظام عمل الجسم. يعني مثال ثاني أيها الأحبة، يستطيع القلب أن يتذكر، هذه معلومة مؤكدة، ويشعر ويتحكم بالعواطف. أحبتي في الله، القلب يبث للدماغ وبقية أعضاء الجسم رسائل عبر الدم، هذه الرسائل عبارة عن إشارات كهرومغناطيسية. لذلك العلماء عندما درسوا المجال الكهرطيسي للقلب كان أكبر تقريبا على ما أذكر بمئة مرة من المجال الكهرطيسي للدماغ، مما يدل على أن القلب له أثر أكبر يوجه الدماغ، ولكن لا يعلمون كيف تجري هذه العملية. لذلك القلب له موجات خاصة به، مجال كهرطيسي يبث من خلاله الرسائل، تماما مثل أنت عندما تتحكم بالريموت. يعني ليس من الضروري أن يكون القلب متصلا عبر الأوعية الدموية والشرايين وكذا لإيصال المعلومات عبر الدم، لا أيها الأحبة، المعلومات تصل بشكل لاسلكي، يعني كما نقول مثل جهاز الريموت الذي أنت تتحكم بطائرة مثلا أو بسيارة آلية أو كذا أو كذا. اليوم العلماء يتحكمون بمركبة فضائية موجودة على أو مسبار موجود على المريخ من خلال جهاز ريموت كنترول. وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن الكمبيوتر الموجود في المسبار الفضائي هو المسؤول، لا، هناك من يحركه، ولكن الكمبيوتر أو العقل الموجود في هذا المسبار هو الذي ينفذ هذه الأوامر. إذن أيها الأحبة، القلب أيضا له دور مهم جدا، حيث وجد العلماء أن إيقاع القلب يتغير وتتغير الإشارات التي يبثها عند تغير الحالة العاطفية.
يعني هذا يثبت أن القلب ليس مجرد مضخة، وإلا لو كان القلب مضخة لماذا الإنسان أثناء الحب أثناء الرحمة تجد أن الموجات التي يبثها القلب تختلف، نظام دقات القلب يتغير، الإشارات التي يعطيها القلب الكهربائية تتغير أيضا مع الحالة العاطفية. إذن العواطف والتفكير، حتى الإنسان عندما يفكر، يعني سأعطيكم مثال مهم جدا، أنت عندما يأتيك خبر محزن جدا، خبر محزن جدا، قد تصاب بنوبة قلبية، طيب ما الذي حدث؟ هي معلومة دخلت عبر الأذن، هذا الخبر وصلك عبر الأذن، لماذا تفاعل القلب معه وليس أي عضو آخر؟ لماذا لم تحدث النوبة في الدماغ مثلا؟ لو كان الدماغ هو المسؤول عن التفكير، لماذا دائما القلب هو الذي يعاني من هذه الاحتشاء هذا العضلة القلبية أو هذه النوبات القلبية أثناء الحالة النفسية أو الضغط النفسي؟ إذن القلب هو المسؤول عن العواطف والحب والكره وحتى الإيمان والكفر أيها الأحبة. طيب عندما مثلا يأتيك خبر مفرح، أحيانا الإنسان يكون كئيب لا يستطيع أن يتحرك، مريض، يأتيه خبر مفرح يقفز كالحصان، طيب ما الذي حدث؟ من أين جاءت هذه الطاقة والقوة وبدأ القلب يعمل بشكل أفضل؟ إذن القلب هو المحرك للعواطف أيها الأحبة. الحقيقة هناك حسب معهد رياضيات القلب أيها الأحبة، هناك خلايا عصبية في القلب تقوم بتخزين المعلومات، ويتحدث الباحثون عن دور القلب في التعلم، ونشرت أبحاث مهمة حول هذا المجال، أن البحث هذه الأبحاث تؤكد أن الخلايا العصبية الموجودة في القلب تؤثر وتوجه خلايا الدماغ. طيب أحبتي في الله، الآن أنا لدي هنا شكل بياني، لن أعقدكم بهذه الأشكال ولكن سأقول لكم باختصار، هناك تفاعل بين القلب وبين أدمغة الآخرين. يعني أنا مثلا عندما يأتي شخص ويحضر أراه لأول مرة، أشعر اتجاهه بشعور يختلف من شخص لآخر، قد يكون شعور رضا، شعور حزن، شعور غضب، شعور اشمئزاز. طيب ما الذي حدث؟ أنا أراه لأول مرة ولم أتحدث معه، الذي حدث أن كل إنسان لديه مجال مغناطيسي وكهربائي حول القلب أو كهرومغناطيسي. هذا المجال الكهربائي والمغناطيسي المحيط بالقلب والذي يمتد لعدة أمتار يؤثر على أدمغة الآخرين، لأن دماغي أنا أيها الأحبة يتأثر بالمجال الكهرطيسي لقلبي أنا، القلب يبث هذا المجال يؤثر على الدماغ، فقلوب الآخرين تؤثر أيضا، رأيتم؟ فأحيانا ترى إنسان تحبه من أول نظرة، أحيانا ترى إنسان سبحان الله لا تطمئن له، مع العلم أنه لم يتكلم هكذا من بعيد. ما الذي حدث؟ الذي حدث هو التفاعل بين قلب إنسان ودماغ إنسان آخر. يعني هنا مثلا إشارات يصدرها القلب تؤثر هذه الومضة عندما تصافح شخص مثلا، تصافحه مثلا أو تمسك بيده، فتجد أن هناك تغير في نظام الموجات الخاص بالقلب وتغير بنظام الموجات الخاص في الدماغ. طيب ما الذي حصل أيها؟ ماذا هذا التفاعل؟ ما الذي يحدث؟ يقول العلماء إنك أي شخص تصافحه يعطيك معلومات من قلبه ويؤثر بهذا المجال، لأن المجال الكهرطيسي للقلب هو نتيجة المعلومات الموجودة هنا والتي توجه الدماغ فتؤثر على الآخرين. طيب النتائج هنا أيها الأحبة تقول
إن يعني عندما تقترب من إنسان آخر أو تلمسه أو تتحدث معه فإن تغيرات حاصلة في نظام دقات القلب أحبتي في الله تنعكس على نشاطه الدماغي. قلبك يؤثر على دماغ من هو أمامك، إذن قلبك يؤثر على دماغ من هو أمامك. سبحان الله، يعني معلومات للأسف لا يتم الترويج لها من قبل العلماء لسبب بسيط أيها الأحبة، لأنها ستدمر نظرية التطور، وسيضطر العلماء للاعتراف بالروح والنفس، وإذا ما اعترفوا سيعترفون بوجود خالق وتدمر عقيدة الإلحاد. لذلك نجد مثل هذه الأبحاث لا يتم الترويج لها للأسف الشديد. هنا طبعا يقولون إن المجال الكهربائي للقلب أقوى من 50 إلى 100 مرة من المجال الكهربائي للدماغ، والمجال المغناطيسي أقوى 5000 مرة من الدماغ، وأن القلب يتأثر ببعض الكلمات ذات المعنى المريح، ويتغير معدل النبض، ويتغير المجال الكهربائي للقلب، ويؤثر على الناس القريب. طبعا هذا الكلام موجود على معهد رياضيات القلب الأمريكي. طيب أحبتي في الله، القلب والإدراك، وجد العلماء أن أداء القلب يتغير أثناء تلقي المعلومات، وأن يعني دور القلب أو القلب السليم له أداء أفضل من القلب المريض من حيث العلم والتعلم والفهم والإدراك. وطبعا هنا أنا سأقرأ لكم حسب يعني أحد هذا المرجع هنا أيها الأحبة، أثبت الباحثون أن هناك علاقة بين القلب وعملية الإدراك من خلال قياس النشاط الكهرطيسي للقلب والدماغ أثناء عملية الفهم. وطبعا يعني وجدوا أن عملية الإدراك تتناسب مع أداء القلب، كلما كان أداء القلب أقل كان الإدراك أقل. أنا هنا سأتحدث وأختم وأتساءل، ماذا عن كتاب الله عز وجل؟ هل غفل عن هذه الحقائق أيها الأحبة؟ هل غفل نبينا عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الحقائق؟ لا، النبي قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، مضغة مضغة يعني لحم ودم، ليس كما فسره بعض الباحثين أن القلب شيء معنوي، لا، مضغة، كلمة مضغة لا تطلق إلا على كتلة من اللحم فيها دم، لأن الله تعالى أخبرنا أن الجنين يخلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، فالمضغة في هذه الحالة عبارة عن كتلة من الخلايا، ملايين الخلايا فيها يعني دم وتتغذى من جدار الرحم إلى آخره، فهذه هي المضغة. إذن المضغة شيء مادي ملموس وليس شيء معنوي. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بالفعل القلب أيها الأحبة إذا فسد سيفسد معه الدماغ وبقية أجهزة الجسم. الله عز وجل قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. دققوا أيها الأحبة دقة كلام الله عز وجل، ونتحدى أن يثبت العلم عكس هذا الكلام الموجود في كتاب الله تبارك وتعالى. نتحدى أن يثبتوا أن القلب ليس له علاقة بالعقل والإدراك والفقه. قال تعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، وآية أخرى: لا يعلمون. إذن هذه المضغة مسؤولة عن العلم ولها دور في السمع أيضا. طيب
ماذا عن الفؤاد أيها الأحبة؟ الله تعالى يقول إن السمع، السمع هو وسيلة الرؤية، عفوا وسيلة الكلام، يعني الكلام ينتقل ويترجم عبر حاسة السمع. إن السمع والبصر، البصر هو وسيلة الرؤية، والفؤاد، الفؤاد هو المسؤول عن العواطف والأفكار والفهم إلى آخره من خلال القلب. إن السمع والبصر والفؤاد، لم يقل القلب، إذن القلب ليس هو المسؤول، هو تتم فيه العمليات مثل العين ومثل الأذن. العين فيها الخلايا وفيها كذا، ولكن ليست هي المسؤولة عن الفاحشة أو المعصية التي تقوم بها. المسؤول هي النفس التي توجهك لتستخدم هذه العين أو هذه الأذن في معصية الله، هي المسؤولة النفس. الفؤاد هو المسؤول عن توجيهك، توجيه يعني يجعل قلبك يتوجه باتجاه الخير أو باتجاه الشر. لذلك سبحانه وتعالى قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن الفؤاد وليس عن القلب، تمام أيها الأحبة؟ إذن الفؤاد هو شيء موجود في القلب. طبعا أنا يعني لازلت أفكر في هذا الموضوع، قد يكون شيء مادي خلايا، ولكن يعني أغلب الظن أنه ممكن أن يكون إما مادي أو معنوي. معنوي طبعا، كلمة معنوي هنا غير دقيقة أيها الأحبة. حتى الروح هي شيء مادي مع أننا لا نلمسها. فالفؤاد شيء مادي موجود، ولكن نحن لم نلمس، لم نتعرف عليه، يبقى شيء مجهول حتى يكشف العلم أسرار هذا الفؤاد. إنما نقول أيها الأحبة، كل هذه الدراسات والأبحاث تثبت أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان همه أن يقنع الناس بدعوته. ما الذي يجعله يخوض في مثل هذه القضايا الدقيقة جدا، قضايا طبية؟ يعني اليوم العلماء يحتارون في معرفة أسرار القلب، لماذا يخوض في أمور معقدة جدا وكل الآيات تأتي دقيقة ومطابقة للواقع والعلم التجريبي؟ والله أيها الأحبة، إن هذه الحقائق لتشهد على أن هذا القرآن كما قال الله تبارك وتعالى وكما شهد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.